كابتن، يعني انا عايز اتكلم في البدايه خالص بقى من منظور الجهاز الفني، خاصه انت كنت لاعب في النادي الاهلي وابن النادي الاهلي، فانت من المدرسه دي وعارف ازاي كيف تدار الامور جوه النادي الاهلي. بدايه الموسم مع وجود هيرو طبعا الخبير اللي تم استخدامه دكتور محمد فؤاد، اكيد طبعا رئيس الجهاز، وعلى راس الجهاز قعدتوا عملتوا ايه الاستراتيجيه اللي انت حطيتوها؟ الاستراتيجيه احنا من الاول يعني بنشوف اخر سيزون احنا عملنا ايه. يعني احنا السيزون اللي فات خلصنا يا دوبك قعدنا ريحنا يومين بالظبط بس، والشباب نزلت التمارين على طول عشان كان في كاسات عالم وكان في بطوله الفراعنه والكلام ده كله، فبنحاول نجهز ليها. فبتبدا بتشوف البطوله اللي فاتت ايه الغلطات اللي كانت عندك، وبتحاول تافويت الموضوع ده البطوله اللي جايه ازاي، وخصوصا اللي انت بعد السيزون ده بقى عندك 11 لعيب وفي ناس طلعت من درجه تانية، بقى عندك عدد كبير من اللعيبه، فبتحاول اللي انت تشوف انهي لعيبه هتبدا بتركز عليها، واي لعيب عنده مشكله بتبدا تظبطها له وكل الكلام ده كله، واي مثلا لعيب عنده اصابه ولا حاجه فبتبدا تاهل عشان تعرف ترجع تاني. ممتاز. فانت اول السيزون بتبدا بيبقى في اجتماع، دكتور محمد فؤاد بيبقى موجود، الخبير الفني دكتور كريم، كله بنبدا نقعد ونشوف احنا اللي جاي محتاجين نوصل ليه، وبنشوفه للعيب لعيب، اللي هو مش كل اللعيبه ليها نفس البرنامج. برافو عليك، صح. كل لعيب بيبقى عنده 6 اجهزه، 6 جمل مختلفه، 6 حركات مختلفه، وبتبدا تتابع الشباب برضو اللي هم في المنتخب، عمر العربي او عبد الرحمن رضا، بتبدا تتواصل معاهم انتوا ايه جديدكم وايه الكلام ده كله، فبتبدا تعمل جدول. فمفروض هو عندنا سيزون متقسم، اول حته بتاعه التاهيل البدني والاصابات فترتها قد ايه؟ يعني بتاخد ولا دي على حسب كل لاعب؟ على حسب كل لاعب، وبتبقى هي اقل حاجه اسبوعين والماكسيمم بتاعك شهر. حلو. عشان ما يبقاش فيها جمباز خالص. بيبقى فيها جمباز البيزك بتاع الجمباز، اللي هو انت بتعلمه اوريدي للشباب الصغيره. تمام. فاللي هو شكل المرجحه، شكل بيسترجع بيسترجع بس اللي هو اساس الجمباز، اساسيات الجمباز ايه، بتبدا تشتغل عليها. ده شهر في اول السنه مفروض معاك، يعني اول السنه اخر السنه البيزك ده موجود. ممتاز. الفترة الصغيرة دي بيبقى التأهيل إذا كان إصابة عندك، صحيح. إذا كان في حركة معينة محتاجة تشغل فيها عضلة معينة بتبدأ تشتغل على العضلة دي مخصوص ليها، بتبدأ بتشوف كل لعيب عايز يعمل إيه، عايز يوصل لإيه، وبتبدأ تظبط الكلام ده. ممكن تلاقي الفترة وصلت معاك لشهرين، في فترة ممكن لعيب بيوصل معاك ل6 شهور. يا خبر أبيض. يعني أنت ممكن التأهيل البدني بيفضل معاك لحد يعني اخر ربع للسيزون. بس صعب قوي يا كابتن كده، يعني انتوا بتتكلموا على كل لاعب حلقه لوحده، وفي نفس الوقت اللاعب بيلعب 6 اجهزه، وكل جهاز فيه جمل، وكل لاعب ليه جمله غير التاني. مظبوط. وكل يعني قوي. جهاز محتاج عضله معينه، ومحتاج ريكفري معين، ومحتاج مرونه معينه، عشان مثلا احنا عندنا الجمباز ما ينفعش طول الوقت تشتغل فتنس وتشتغل بدني، هتلاقي حجم العضله بيكبر والمدى بتاع المفصل ذات نفسه بيبدا يقل، فده توديك لحته اصابه. فانت عايز المرونه، انت محتاج مرونه وفي نفس الوقت العضله ما تكبرش، وفي نفس الوقت محتاج ريكفري للعضله عشان لا قدر الله ما يحصلش مثلا اصابه كبيره توقفك تعمل عمليه. الحاجات دي كلها بتحطها في الحسبان، هي في الاول وفي الاخر قضاء وقدر. يعني احنا عندنا يعني عبد الرحمن كان عامل عمليه الغضروف، مروان محمد كان عامل عمليه، لا مروان محمد كان في الفردي، يعني هو ده لسه راجع برده من غضروفه صليبي. عندنا في يعني في لعيبه كتير، عندنا احمد ابراهيم كان عنده قطع في وتر الكتف، خالد نفس الكلام، فهي كل الكلام ده. ما هو بالظبط، يعني هو الجمباز معروف اصابته مش زي حاجه، يعني مش حاجه بسيطه اللي انت ممكن تعرف تكمل. انت لما هتوصل لقدر الله الاصابه، انت بتتعب تعبك كله فيما بعد، اللي انت ترجع اللاعب ده ازاي نفسيا قبل ما يكون جسديا، ترجع له على الاقل الحركات القديمه يعمل ازاي، كل الحاجات دي بيبقى ليها تخطيط، ولازم يبقى فيه قعده مره واثنين وثلاثه مع الجهاز الفني.